اوكي، بتامل انه البلوجر والمبرمج التقني فؤاد نجي يعني كان يستمع ناهي عفوا كان يستمع لكل اخبارنا المتفرقه، والا ما يكون في عنده تعليق او عده تعليقات بالتحديد بخصوص التقنيات الجديده اذا كان على فيسبوك ولا واتساب. صباح الخير لك فؤاد. صباح الخير دوريت. اهلا اهلا فيك. اوكي، ايش لفت انتباهك هيك من الاخبار المتفرقه بهذا اليوم؟ خبر تبع واتساب. واتساب بالاساس. اوكي، طب خبرنا واتساب بالاساس، خبرنا معلومات اضافيه من عندك. حاليا الخبر اللي انت حكيته هي خاصيه اللي موجوده بس للمطورين حاليا، مش متاحه لكل الناس، متاحه بس باصدار البيتا اللي هو بس المطورين بيستعملوه. بالنسبه للخبر ما حسيتش انه هاي الاضافه هي اضافه اللي ممكن تكون زي ما بقولوا إيش اللي هو كثير مهم للواتساب، لأنه أنت بس راح تشوف كم مرة بعث الرسالة، مش راح تشوف، مش راح يتم منعها فعلا. يعني كيف؟ مش راح يتم منع زيادة إرسال الرسائل عشان تكف من إزعاجنا. كم مرة يعني أنت راح تشوف كم مرة بعثت هاي الرسالة؟ أوكي يعني لبعض الأشخاص بفكر إنه ممكن يكون مفيد. هل ممكن يكون مفيد الى حد ما، بس انا كنت عم بستنى منهم انه يزيدوا خاصيه انه نشوف مين اللي ارسل الرساله، مين اللي عمل فورورد للرساله وبعثها للناس. هيك ممكن تكون مفيد اكثر بانك انت بتشوف مين المصدر. المصدر صحيح بالضبط، تشوف مين اللي ارسل هاي الرساله. يعني فؤاد، هل ممكن اصطياد الرسائل التي نسميها بالسبام او الرسائل الكاذبه او اللي فيها محتوى او مضامين اللي ممكن انه تجر وراها موقف شعبي واسع، اللي هي بالنهاية تكون مقلب، او بما اننا عم نحكي على كذبة اول نيسان، اللي ما تكون حقيقية فعلا؟ اكيد انه رسائل السبام في طرق انه احنا كيف نعرف رسائل السبام من وين جاي، وفي رسائل الفيشنج، في نوعين من الرسائل الموجودين على الانترنت اللي هن ممكن يكونوا رسائل اصطياد. في رسالة سبام، بس رسالة سبام لا تعتبر يعني اصطياد، لأنه أغلب رسائل سبام هي رسائل من الشركات بتروج فيها لإعلانات معينة. الفيشنج هي الرسائل اللي هي الهاكر بيستعملوها عشان يصطادوا الناس، يعني عشان يختاروا الضحية ويرسلوا لها رسالة. بأغلب هاي الرسائل بآخر الفترة أنا وصلني كثير رسائل من ناس اللي بورجوني إنه وصلتهم رسالة من أبل بتحكي عن إنه هن اشتروا التطبيق فورتنايت، وهاي الرسالة بعد ما بحثت بالموضوع، بعد ما فتحت الرسالة وفحصت الرسالة اكتشفت إنها رسالة تعتبر عن إيميل اللي هو إيميل للاصطياد، اللي هو من خلاله أنت بتفوت بيبعثوك على صفحة مشابهة لصفحة شركة أبل بالضبط، مطابقة حتى، وبطلبوا منك انك انت تحط بياناتك كامله، مثل بيانات بطاقه الاعتماد. أوكي. اسمك والايميل تبع ابل، وهيك بيقدروا يسرقوا بطاقه الاعتماد عن طريق هيك لينك. فؤاد، ممكن كاستطلاع انك تقدر تحكي لنا كرصد، يعني حسب خبرتك، الاجيال، الاعمار لهؤلاء الاشخاص، اذا هن اغلبيتهم بين سن ايش لوين، من وين لوين؟ يعني نحكي على جيل الطعش، جيل المراهقه طبعا. اوكي، هي اصلا بالعادي يعني لما بتشوف انت هاكر بيحاول يصطاد فئه من الناس، بيحاول دائما يصطاد الفئه العمريه الصغيره، الفئه العمريه اللي بتكونش واعيه بالضبط لايش وصلها وايش ما وصلهاش. كيف ايش النصيحه الابرز اللي ممكن تحكيها للاهالي عشان يوعوا اولادهم، وكمان اذا بتحب توجه رساله مباشره الشباب والشابات المراهقين والمراهقات؟ أول شيء أهم رسالة هي إنه شركة مثل أبل، شركة مثل جوجل، شركة مثل فيسبوك، مثل واتساب، مثل كبرى الشركات العملاقة، مش ممكن توجه لك رسالة بأنك أنت ربحت معنا جائزة هيك وهيك، ومش ممكن تحكي لك أنك أنت واحد من بين 20,000 اختارهن البرنامج على انه يكسب معهن مبلغ مالي معين. هاي الشركة مستحيل تقدم جائزة ولا لأي انسان،
وبحال حاولوا انه هن يراسلوك بطريقه رسميه اكثر من انه يراسلوك على انك انت ربحان جائزه. بيستعملوش هاي الاشياء. والنصيحه اللي بحب اوجهها انه دائما قبل ما تفوت على اي ايميل حاول افحص الايميل، حاول افحص اذا الايميل هذا مشابه لايميل الشركه. تحاول اذا حسيت باي شك تحاول تسال حدا اللي ممكن يكون عنده خبره اكبر منك بهيك موضوع. بالنسبه للاهل اكيد بنصح الاهل انه دائما يكونوا برقابه مع اولادهم، برقابه على مع المواقع اللي هن بيزوروها، للمحتوى اللي هن بيتابعوه، للمحتويات اللي هن بيشاهدوها. لانه المحتوى اللي انت بتتابعه والصفحات اللي انت ممكن تدخل عليها على الانترنت هي ممكن تكون سبب لانه يتم اصطيادك من قبل بني ادم اللي هو موجود على الشبكه علشان يصطاد هاي الناس، يصطاد هاي الفئات من الناس اللي ما عندها وعي كافي بهاي المواضيع. فؤاد، في هناك تحديث جديد في واتساب ايضا اللي بنطي الامكانيه لقبول او رفض اشتراكك في مجموعات مختلفه من الواتساب. يعني اذا تم اضافتك لمجموعه معينه انت بيكون لك الحق انك ترفض الاشتراك في هاي المجموعه اللي لحد اليوم هي مش موجوده. هاي الامكانيه لحد اليوم انت تدخل المجموعه ما بتحس حالك ولا انت في المجموعه جديده، بتضطر تطلع بعدين، بتضطر انه يكون انه يبين انه انت خرجت من المجموعه. صحيح. اعطينا تفاصيل اكثر. بسبب احراج على فكره. صحيح. نعم. صحيح. هي كل هاي الأشياء موجودة حالياً بالتطبيق التجريبي رقم الإصدار 2.19.86 اللي هو إصدار البيتا اللي هو بس المطورين مسموحين يدخلوا عليه. واحدة من هاي، بما أنه عم نحكي عن الفيتشرز تبعت واتساب، واحدة من الفيتشرز اللي كانت قبل فترة هي أنه أنت لما بتحكي مع حدا اللي هو بس ببعث لك رسائل صوتية، أنت بس بتسمع الرسائل الصوتية بس بتشغل أول واحدة وهو لحاله بصير يشغل الباقي. صحيح. هاي كانت على إصدار البيتا وانتقلت للإصدار العادي، وبعد فترة واتساب شالت هاي الإمكانية، وإسا عمالين يحاولوا يزيدوا كل هاي الإمكانيات مع بعض اللي هي خاصية الفورورد اللي حكينا عنها قبل شوي، واللي هي خاصية إنه يشغل الصوت بدون ما أي توقف، بدون ما أنت تكون بحاجة إنك تحط بلاي على اللي بعده وعلى اللي بعده وعلى اللي بعده. والخاصية اللي بتنطيك الإمكانية إنه تكون إنه أنت توافق أو ما توافقش إنك أنت تنضم لمجموعة معينة على الواتساب. نعم. وهي واحدة هاي الخاصيات كثير، يعني أنا بحب الخاصيات الجديدة اللي واتساب بتلعوها والمطورين تبعون واتساب بتلعوها، لأنه في كثير خاصيات اللي إحنا المطورين منقدم لواتساب إنه إذا هاي الخاصية نعجبنا فيها ولا لا. هي ببلش الإشي من إصدار البيتا بعد ما المطورين يوافقوا عليه ويشوفوا إنه عن جد هذا الإشي ممكن يكون مناسب أو لا، فبعدها ببلش الإشي ينزل للإصدار الرسمي. نعم. بتشوف اليوم انه في فؤاد تطبيقات اخرى اللي ممكن تكون منافسه لواتساب مستقبلا؟ صراحه لا، ما فيش لغايه اليوم. لا بالاريحيه اللي موجود فيها واتساب اليوم ما بظنش انه في تطبيق ممكن يكون احسن منه. كميه المستخدمين على واتساب هي اكبر كميه موجوده في من بين كل التطبيقات اللي موجوده اليوم بالسوق. في عنا تطبيقات ثانية مثل تطبيق التليجرام اللي هو يعتبر التطبيق الثاني بعد واتساب. نعم. بس واتساب مكتسحه بفروقات خيالية يعني. وأنا كمان هيك تليجرام بفكر. هو أكثر لتوصيل وإرسال محتويات ومضامين مع ثقل أو وزن أكبر. صحيح. أنا ما عنديش مع حجم أكبر صراحة. أنا ما عنديش ولا أي معلومة بالنسبة لهذا الموضوع بجد، لأنه أنا ما عنديش. معنا فؤاد تفاصيل أكثر عن تليجرام. تليجرام واحدة من التطبيقات اللي انشهر قبل فترة، لما صار قبل ثلاث سنين بالضبط، ثلاث سنين أربع سنين صار مشكلة بواتساب. فكان التليجرام وقتها فاع بصورة خيالية، يعني مليار مشترك كانوا خلال ساعتين بس من المشكلة اللي صارت على واتساب. بس شو الخاصية تبعه؟ يعني كان بيقدروا يرجعوا أنا عارف لفوكسر ولا فايبر. لا، الخاصية الحلوة بتليجرام انك انت بتقدرش تعرف مين ارسل، يعني انت بتقدر ترسل رسائل بطريقة سرية على الاخر اخر بدون ما حدا يقدر يعرف منين انت ارسلت، وين انت موجود. اذا انت بدكش حدا يتعرف عليك انك انت مرسل هاي الرسالة، ما حدا بيقدر يتعرف عليه.
ملفت لنا. هي انت ما بتم تعريفك كرقم على التليجرام، انت بتم تعريفك كشخصيه مشفره، مستخدم مشفر على خوادم تليجرام. وبخصوص الحجم الكبير للملفات او محتويات اللي قد ترسل بين شخصين، اعتقد انه تليجرام فيه المجال انه يتم هذا التواصل بدون يعني اجراءات اضافيه اللي هو مش موجود في الواتساب. بدون ما تحجزك بالضبط، مش مثل واتساب. واتساب مثلا بتحجز فتره الفيديو انه تكون لديتين ونص، مش اكثر من هيك يعني. اكبر فيديو، اكبر مقطع فيديو انت ممكن ترسليه عن طريق واتساب وبس دقيقتين ونص، مش اكثر من هيك. فؤاد، بالنسبه لهذا الموضوع، قضيه الوقت لارسال الرسائل خصيصا الفيديوهات، في اختلاف بين اجهزه اندرويد وابل عم بلاحظ او ملاحظنا في السابق. يعني الفيديو اذا بدك ترسله من تليفون، من جهاز نقال ايفون، ما بتقدر تبعت اكثر من دقيقه ونص، لكن بالضبط. في الاندرويد عندك المجال مفتوح اكثر. شو السر؟ ليش هيك عاملين ابل بهذه الخاصيه؟ طلع نظام ابل هو واحده من الانظمه اللي انا كثير بحبها. يعني انا مع انه نظام اندرويد يعتبر النظام الشائع، فانا بحب نظام ابل اكثر لانه هو يعتبر نظام مغلق، يعني نظام مسكر على حاله، وهو انكتب الكود بأبل وخلص الكود بأبل. تمام، بس فؤاد إرسال الفيديو بحددك أكثر من اللازم. أنت عندك ممكن يعني ليش لأنه أنا أبعد فيديوهات 2-3 دقائق بينما أنا بقدر أبعته كفيديو واحد، وغريب ما بعرف يعني. فهل ممكن اجتياز خرق هاي المسألة ولا لا؟ هاي مستحيل يتم خرقها. لا، بعيدا عن الاير دروب من آيفون لآيفون، من آيفون لأجهزة أخرى ما بنفع. هي بالضبط، آيفون لأجهزة أخرى، أنك يتم التواصل بين آيفون وبين جهاز ثاني شيء كثير صعب، لأنه الآيفون هو يعتبر نظام اللي مسكر على حاله، مش معطي أي نظام ثاني أنه يدخل معاه أو لا يحاول يتواصل معاه. بس هو بيقدر يتواصل مع حاله، بيقدر يتواصل مع الأجهزة اللي أبل بتصنعها. بالنسبة لقصة الواتساب، أنه هي أنه بيحجزوك وبيقيدوك بعدد الدقائق اللي أنت ممكن ترسلها عن طريق واتساب أو عن طريق تطبيقات ثانية كمان، مش بس عن طريق واتساب. في تطبيقات ثانية كثير اللي أبل بتحجزك بأنك أنت بكمية الدقائق اللي أنت ترسلها، وهذا الإشي بتعلق بأشياء أمنية، يعني هو أشياء مفهوم. أمنية بالنظام نفسه. مفهوم. فؤاد ناهي، شكرا لإلك. شكرا كثير لإلك. شكرا لإلك. نهارك سعيد.